السلام عليكم. صلاة الله خويا. كي داير لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله الله فيك. باين مبوب؟ الحمد لله على حسب الجو صافي مرة هكا مرة هكا. راس العام. راس العام. حساب. حلال ولا حرام؟ لا بالنسبة لراس العام راه حرام. ولكن إنسان إلا بغى ينشط مع راسو هو لا شراب لا حشيش لا والو مباح. ولكن هكا الشراب والخام والحشيش والمخدرات البنات خيبات فهمتي؟ تكون عنده حرام بالنسبة لنا المسلمين. انا كل اللي بغى يروح شري تورتيه ومع اهل ديالو تورتيه ديال البيض مع البيض ومع الشكلاط بغيت دير الفريج بغيت دير اي حاجه تتبع راسك وشي موسيقى عاديه ندير اللحن طبيعي ندير بحال عبد الوهاب بحال عبد الوهاب بحال غني نقيين ما كان مشكل معليش ولكن كانت فيها حوايج اليوم عوال انك تحتفل تلاقيت الناس مناسب وجو مناسب بقيت نحتفل ما تلاقيتش نحتفل راسي نمشي للداركه ندير شي تورتيه مثلا الدار ونشربوا مشروبه نديروا شي موسيقى زوينه ونحتفلوا 2020 مشات شنو كتتمنى في 2021؟ نتمنى الوباء اللي كان ان شاء الله غادي يمشي يزول والشباب يخدموا الشباب حنا كمحسنين اسلام نصرو ان شاء الله يحاول شويه من عنده ولكن يحاول يقدم معنا الرب مزيان راه نفعنا بزاف كنطلب من الملك ديالنا محمد السادس انه يعاون احنا الشباب يدير لنا شي منتجه ولا شي شركه ديال المطاط ولا فهمتي نخدموا فيه الشباب باش نتعاونوا حتى اذا كان السرقه كاين المخدره بزاف الحوايج حنا باغيين نخدموا مع الدوله شي خدمه تكون زوينه فهمتي الحلال. شكرا جزيلا. عفوا راك مزيان الحمد لله. Yeah. الحمد لله انا بخير كتلقى الناس كتلقى حيد النظر واحد المره لا خليهم كاين فيهم بوكوس هكا كنتمنى هكا بوكوس واه انا بغينا نشوفوا عينيك واه مرحبا هما عينيا قرب شويه شي وحده هكا تشوفك مزيانه في 2021 يمكن تمشي لاوروبا ما كرهتش ندير مغياج بلون ما كرهتش ولكن باش نمشي عند شي وحده شي دريه نقول لها بغيتك ولا انا ما عنديش فلوس هذه الاغنيه هذه لا مغياج بلون هي الزواج ماشي كحل زواج بيض يعني شي وحده في اوروبا نمشي لعندها ندير معها مغياج ولكن نفسخو في اوروبا ندير الجنسيه ونفسخو تفاهمنا تفاهمنا راه نكمل مع الطريق ديالي حلال هذا بالنسبه لي حلال ما كانش حرام ماشي نضحك عليها كلشي مزيان اخويا كلشي مزيان الله يجيب لك التيسير الحاج الحرام شي دعوه رفع شي دعوه في هذا النهار اش عارف ان شاء الله في البلاء ان شاء الله وهدي عباد الله كاملين اي دار الله يهدي اي خطا الله يغلي التوبه ديالو ان شاء الله يا ربي امين ويفرج كرب الجميع ونتمنى عام جديد يدخل ان شاء الله عليا وعلى عباد الله والسلام عليكم شكرا.